C'est le roi. ديسكونكت وكونكت معناها كي تخرج مع صحابك سايب السمارت فون نتاعك واعمل جو مع صحابك. This is love. عفوا الانترنت اللي جات في مخي مالوغوزمون معناها بون ما نعرفش شنو نحكي. تصور انها تعني انه العبد يلزمو يخرج شويه من الموند فيرتويل اللي هو عايش فيه معناتها من الانفيرونمون نتاع تو سكي انترنت فيسبوك ريزو سوسيو ويعيش شويه في الدنيا مع اصحابه معناتها يكون زاده رياليست شويه ما يقعدش ديما 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 لاهي بالحاجات الايماجينير وكل شيء اللي موجودين في لي فيلم في كيف حتى كيف يحكي من العبيد انا نتصور انها حاجه ايماجينير خاطر انت اون رياليتي ماكش تحكي معاه ماكش تتفاعل معاه معناتها فماش انتراكسيون فماش ماهوش حاصل باهي و بارابور او فام نتصور تصور سي لا ميم شوز ما جو فوا با انو فما ديفيرونس معناها ما بين انتر فام اي هوم في الحكايه هذي ابار سا Bye bye. Pour cette année, portera le nom de Billwoman 2.0. Notre thème sera Disconnect to Connect. La femme digitale. Voilà. Attends, la hadat, on va faire quelque chose. باش بالنسبة للموضوع هذا توا سورتو زاد بعد الثروة ولا فما برشا نساء تبارك الله محلاهم إن زعما زعما و 2.0 فازت هذيك وليت عادي تلقاها تويت جو تام تويت هاشتاج درت شور باك ستاك الكريقة هذاك الكل أما اللي بالحق الحاجة اللي باهية اللي بالحق هو كان قبل الثورة مقتصر أكثر على الجنس الذكري لا بعد الأكثر الإكسبلوزيون صارت بعد الثورة ولاو نساء تلقاهم برونشي برشا تلقى في كل محضر يمدوا ريوسهم يحكيوا ويقنعوا وينجموا يجيبوا ويعاونوا زاد علاش لا اما ساعات بالحق فما حاجه نحب اما بالحق تبدا قاعده في فطور انستا فرانس انستا حب انستا صاحبي انستا ياسر يا كبير اما لا بالحق والله تلقى الباهي تلقى الخايب والحاجه اللي باهيه اللي بالحق لابور نتاعهم نافع وان شاء الله ان شاء الله في اللمه ذي ولا التظاهره اللي باش تعملوها نشوفوا برشا عباد تعاون وبرشا عباد عندها بوتنسيال وتوصل لنجاح. Pour commencer, qui trame في تقول فام تقول كونكت ديسكونكت سي بلوتو trame في des blogueuses في تونس شنو ينجموا يعملوا شنو يعملوا. Les blogueuses في تونس خدموا برشا الثوره التونسيه معناها عاونوا برشا في برشا حاجات عطاونا ديزانفورماسيون طول من معناها من سور لو شون من سونتر فيل يضربوا بالكرتوش وبكل شيء معناها مي هما قاعدين وباقي هبط ديزانفورماسيون معناها ديريكت وطول 3 جي خدام وي في كل شيء دوكو تسمع معناها لا فام تونيزيان ابار اللي هي مراه طات برشا وعاونتنا برشا من قبل معناها بالطريقه التقليديه في الحروب وفي كل شيء في الاستعمار وكل شيء عملت في الثوره التونسيه وان شاء الله ديما لا فام تونيزيان من حسن الى احسن.